بيربي خنزير ببيته. شي مرة حدا منكم خطرت له الفكرة؟ لا أعرف إذا أنا غلط ولا العالم غلط. يعني امبارح طلع لي فيديو لمخلوقة إنسانة عايشة ببيت، أوكي، مرباية كوشون بيج، مرباية خنزير، وخنزير جايز مش إنه كيوت، شكله بلاعن النفس. يعني في ناس بيقولوا الكوشون كيوت بس أنا ما بشوفه كيوت at all. مرباية كوشون شكله مبين كوشون بري أصلاً، منو أصلاً الكوشون هو بري بالطبيعة، الخنزير هو حيوان بري منو حيوان أليف ما بيتربى بالبيت. والأحلى من هيك إنه عم تفرجينا إنه تربية الكوشون منا شي هين أبداً. سو مقفلت له التويلت، أوكي، مقفلت له التويلت لأنه هي عارفة إنه هو معقول ياكل هيدا الدشي، يعني هي عارفة وعايشته معه بالبيت. لا ومنزل فيديو قال انه وين شيز كادلينج معه لهيدا البيج، حطته حدا بالتخت. اذا بتشوفوا المنظر يعني تخيلوا انتوا عم توقعوا او عم تناموا في حدكم هيك شيء قاعد حدا الكوشون هالقد، اوكي، كثير كبير يعني قدها يمكن هي بطولها، اوكي، وعم تجرب قال تغمره هيك وعم يعمل عم بيطلع اصوات. يعني انا على الفيديو لعيت نفسي، والله العظيم لعيت نفسي انا عم بحضر الفيديو. هلا يمكن هي بتحب، ما قصدي انا شيء، ماني عم بتنمر او شيء، بس هيدا الشيء انا ما بشوفه شيء طبيعي honestly. يعني بحس البيج هو اقرب حيوان بالعالم كانه تربيه، يعني في ناس بياكلوه عادي حريه شخصيه، انا ما باكل ولا بفكر اكل وبقرف منه اصلا كله كحيوان، بس انه تيجي تربيه بالبيت ليش؟ ومعه دوغ ومربيه اثنين راتس، فارتين مربيه بالبيت، عندها اثنين فاره، مش انه هامستر، لا فاره شرعيه يعني. بس ما عندها كاتس تيقتلوا لياهم، يمكن من هيك ما بجيب كاتس تما ياكلوا للفيراد اللي عندها. اكتبوا لي انتم بتشوفوا هيدا الشيء منطقي وطبيعي؟ لانه انا رح جن رح اخوت يعني. لا وعاملين برومناد، اوكي، عاملين مثل رايحين يتمشوا هن مجموعه فريندز وكل واحد معه البيج تبعه الكوشون رابطه وماشي هيك، وكل بيج اقرف من الثاني، اقرف من القرف. في واحد هيك رح ينفجر بالون كتير ناصح ومنه شكله طبيعي، كتير ناصح يعني كأنه بالون لترلي بالون، ومش شايينهم. هو انا ما حسني يعني هالشي بيرجع لها هي انه مربيته مش حطته عندي انا اخر همي، بس انه انا عم بحكي على انه شو كانت ردة فعلي بس شفت هيدا الشيء، وبدي اشوف اذا انتو شو بتقولوا على هيك موضوع. هلا هو احنا ما خصنا بالنهايه، بس عم نعطي راينا، برجع بقلكم انت ما حدا يقول لي انت شو بدك فيها ويطلع حدا يعمل لي اخبار هيك، انا بدي اعطي رايي. باي.